في وقت تستعد فيه إسرائيل إلى إجراء انتخابات الكنيسة الخامسة في أقل من 4 سنوات، تواصل الأحزاب العربية في الداخل مراجعاتها لأجل ترتيب قوائمها الانتخابية. آخر هذه المراجعات عكفت عليها الأحزاب التي تتشكل منها القائمة المشتركة في مسعى لتشكيلها قبل منتصف الشهر الحالي، وهو موعد تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية. للمزيد حول هذا الموضوع معي من كفر كنا في الجليل فايز عباس المختص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ فايز أهلا بك، ما هو التصور الذي يجري على أساسه إعادة تشكيل القائمة المشتركة؟ عمليا وللأسف للأسف الشديد أستاذ طارق، هناك خلافات داخل القائمة المشتركة بين الأحزاب التي تشكل هذه القائمة. هناك من يقول خاصة حزب التجمع أنه لأسباب سياسية ولا يريدون أن يوصوا على أحد لتشكيل الحكومة، وهناك من يقول أنه بسبب تركيبة القائمة المشتركة. عمليا حزب التجمع قال وبشكل واضح أنه لربما سيخوض الانتخابات بقائمة مستقلة، وهذا سيؤثر سلبا على التمثيل العربي. حتى هذه اللحظة هناك اجتماع للمكتب السياسي لحزب التجمع ولم يصدر القرار النهائي بكل ما يتعلق حتى هذه اللحظة بكل ما يتعلق بطريق هذا الحزب في الانتخابات القادمة. عمليا بقي في القائمة المشتركة حتى هذه اللحظة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير. نعم، يعني عمليا ما يحدث الآن في داخل القائمة المشتركة هو عمليا إذا ما حدث الانفصال يشكل خطرا كبيرا على التمثيل العربي في الكنيسة الإسرائيلي، خاصة وأن نسبة التصويت من المجتمع العربي لا تتعدى حسب استطلاعات الرأي الأخيرة 40%. هذا يعني أن أحد الأحزاب العربية لن يستطيع أن يجتاز نسبة، نعم، بسبب النسبة الذين يريدون أن يشاركوا في التصويت في الانتخابات الخامسة في إسرائيل. وهذا أمر يعني يجب أن يقلق قادة الأحزاب العربية وأيضا المجتمع العربي بشكل عام. طب المجتمع العربي في هذه الظروف التي يمر بها وهذه الانتخابات الخامسة، ألا يستطيع أن يضغط على هذه الأحزاب على قادتها أستاذ فايز لكي تتفق وتتوحد في الرؤى والاتجاهات بدل من حالة التنازع والتشرذم والانقسام؟ عمليا هذا ممكن إذا يعني كان هناك ضغط شعبي وجماهيري على قادة هذه الأحزاب، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، ولم نسمع أصواتا كثيرة تنادي بالضغط على قادة هذه الأحزاب. المجتمع العربي وعدم الذهاب إلى الانتخابات أو إلى صناديق الاقتراع هو اللامبالاة، لأن نسبة من يقاطعون الانتخابات للكنيسة لأسباب أيديولوجية لنسميها فلسطينية أو قومية عربية هي ليست نسبة عالية، ولكن اللامبالاة في المجتمع العربي هو سيد الموقف الآن. كيف يمكن إخراج المجتمع العربي للتصويت؟ هذا أمر يعني يتعلق بقادة الأحزاب، وإذا حدث هذا التشرذم الذي أشرت إليه بعتقد أن نسبة التصويت ستنخفض أكثر، وهذا يشكل خطرا على الوجود العربي في الكنيسة، وهذا يصب لصالح بنيامين نتنياهو، لأن نسبة التصويت المتدنية في الوسط العربي تعني نجاح نتنياهو وبن غفير وسموتريتش والأحزاب اليمينية الفاشية في إسرائيل، لأنه عفوا أستاذ الكريم الآن الشارع الإسرائيلي اليهودي حسم موقفه من هذه الانتخابات.
مع أو ضد نتنياهو، والنسبة هي 50-50، ومن يقرر في نهاية المطاف إذا ما سيعود نتنياهو إلى السلطة. للأسف هي نسبة التصويت المتدنية في المجتمع العربي، وهذا على ما يبدو سيحدث إذا لم يكن هناك أي تغيير في مواقف رؤساء الأحزاب العربية. نعم، أنا أشكرك من كفر كنا في الخليل الأستاذ فايز عباس المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.